بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، نقدم لكم دروس دعم التقوية للسنة الثانية متوسط في العمليات عن الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية. إذن لاحظ معي، التمرين هذا شامل في سلسلة العمليات تتضمن أقواس. أحسب وبتمعن كل من العبارات التي لدينا. العبارة A، العبارة B، C، D، E و F. لاحظ معي هنا ماذا في الأ، ماذا يوجد؟ يوجد قوسين، أي وهنا أقواس أقواس، وهنا لدينا أقواس، ولدينا عارضة، وبداخل العارضة يوجد أقواس، وهنا لدينا سلسلة عمليات قسمة ضرب وجمع، لكن يوجد أقواس، وهنا عبارة فيها أقواس وعارضة وأولويات، وهي شاملة للدروس السابقة وما سنتطرق إليه في هذا الفيديو. إذن فلنبدأ على بركة الله في حل هذا التمرين. لاحظ معي جيدا، إذن ماذا قال؟ أحسب وبتمعن. لدينا العبارات ماذا تساوي؟ هي 45 قسمة، نفتح قوس، 16 زائد 5، أي 16 زائد 9 عفوا، بين قوسين. إذن هنا الأولوية لمن؟ سابقا قلنا سلسلة عمليات تتضمن ضرب وقسمة مع الجمع أو الطرح، الأولوية للقسمة أو الضرب. إذن هنا الأولوية لا ترجع للقسمة أو الضرب، هنا الأولوية ترجع للأقواس. إذن نكتب A تساوي، ننزل 45 قسمة، نقوم بحساب 16 زائد 9 وتعطينا 25، ومنه العبارة A ماذا تساوي؟ نقوم بقسمة 45 على 25 وتعطينا 1.8. لاحظ العبارة B أيضا، لدينا ضرب وجمع، لكن هنا يوجد أقواس. إذن الأقواس لمن؟ للجمع. إذن هنا الأولوية للجمع على الضرب، لأن عملية الجمع بين قوسين. إذن نكتب 8 في، نقوم بجمع 9، 5 مع 4 تعطينا 9، والعبارة B ماذا تساوي؟ تساوي 72. ننتقل إلى العبارة B. لاحظ معي في العبارة C يوجد ضرب وقسمة. قلنا عبارات أو عمليات تتضمن ضرب قسمة أو جمع مع الطرح، نجري العملية حسب التسلسل من اليسار إلى اليمين. هنا لا نجري حسب التسلسل، ماذا نفعل؟ الأولوية للأقواس. إذا نكتب 5 في، نقوم بقسمة 32 على 8، ماذا تعطينا؟ تعطينا 4، ومنه العبارة C تعطينا 20. العبارة D ماذا تساوي؟ D تساوي 4 زائد 15 بين قوسين، ناقص، نفتح عارضة، 3 في، نفتح قوس، 6 زائد 2 ونغلق العارضة. هنا الأولوية لمن؟ سنقوم بإجراء هذه العملية لوحدها، و داخل العارضة يوجد أولوية لمن؟ لما بداخل الأقواس. إذن وتساوي 4 زائد 15 تعطينا 14 زائد 15 تساوي 3 زائد في، أو 3 في 6 زائد 2، إذن تعطينا هنا تعطينا 29 ناقص، ونفتح قوس. إذن هنا الأولوية لمن؟ نكتب 3 في 6 زائد 2 تعطينا 8، ونواصل، 29 ناقص الأولوية هنا ل 24. إذن العبارة دي ماذا تعطينا؟ 29 ناقص 24 وتساوي 5. نواصل العبارة E. العبارة E ماذا تساوي؟ 40 قسمة 5 في 3 زائد 11، هنا الأولوية للأقواس. إذن لدينا 40 قسمة 5 تعطينا 8 في 3 زائد 11 تعطينا 3 زائد 8 تعطينا 11، ومنه العبارة E ماذا تساوي؟ تساوي 88. ننتقل إلى العبارة F. تابع معي العبارة F هنا، لدينا سلسلة عمليات زائد سلسلة عمليات كلها بين عارضتين، ناقص سلسلة عمليات
هنا الأولوية. إذا تابع معي، سنتطرق هنا إلى ما درسناه سابقا مع سندرسه درسناه اليوم. إذا تابع معي، 4 في هنا الأولوية للضرب، لأن العملية أولوية للأقواس، ما بداخل الأقواس أيضا يوجد سلسلة عملية تعطينا 36 زائد 11، نضعها بين قوسين، زائد هنا الأولوية لمن؟ لما بداخل الأقواس، 2 في 12 زائد 4 تعطينا 16، ونغلق العارضة، نفتح نضع العملية ناقص، نفتح عارضة وتعطينا 3 في 6 زائد 2 تعطينا 8. نواصل، هنا الأولوية للأقواس وللضرب، يمكن إجراء مرحلتين في مرحلة واحدة. إذا تابع معي، 36 زائد 11 تعطينا 47، زائد وهنا الأولوية للضرب 2 في 16 وتعطينا 32 ناقص 24. نواصل، هنا الأولوية للأقواس 47 زائد 32 تعطينا 79 ناقص 24 وتساوي، ونقوم بعملية الطرح، 79 ناقص 24 وتعطينا 55، أي إذا العبارة F قيمتها هي 55. وفي الأخير نتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الحل، وبالتوفيق لأبنائنا التلاميذ.